بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الاعزاء. اليوم وصلنا وياكم الى الامثله اللي راح ناخذها على هذه القوانين اللي قلنا مطلوبه. راح ناخذ اول مثال اللي هو الثالث. المثال الثالث هو المطلوب. نجي على المثال الثالث. المثال الثالث شو يقول؟ derive the trigonometric Fourier series. يقول اشتق معادله الترايجونومتريك نين فروم كومبلكس شنو exponential Fourier series. زين راح نجي شلون نشتقها. هاي الكومبلكس يقول اشتق شنو الترينجنومتريك. قانون الترينجنومتريك هو هذا. شلون نشتق من الكومبلكس هاي المعادلة. نجي على الكومبلكس. زين لو نلاحظ بالكومبلكس بأن الكي منين من سالب انفينيتي الى شنو انفينيتي يعني يشمل القيمة السالبة والقيمة الموجبة وما بينهما يا هو الصفر. زين لو أعوض قيمة الصفر فرضا راح أبدي أفكك. لو عوضت قيمة الصفر بالسميشن فعوضت فصارت سي بدال كي جيد صفر في اكسبونيشال جي في كي جيد قيمة الصفر زائد اكسبونيشال. زين ليش قلت الكي يساوي واحد؟ لأن أنا من عوضت الصفر صارت شنو أصبح فقط اتجاه واحد يعني الفاصل بين الانفينيتي والانفينيتي راح. فإذا شنو أقدر أقول منين الكي يساوي واحد؟ من الواحد راح أبدي. ولكن إيش راح تصير قيمة الكي؟ مرة موجبة ومرة شنو سالبة وبينات شنو زائد حتى أضمن أن شنو الفترة راح أضم للانفينيتي والسالب انفينيتي بعين الاعتبار بأن البحث من بداية من الكي يساوي أنه واحد صارت موجب كي وسالب كي بالحسب القانون. هنا عندما الكي يساوي يعني بالقيمة الموجبة اللي هو انفينيتي هنا عندما الكي يساوي سالب كي بالنسبة للقيمة السالب انفينيتي. زين عندنا قانون شو يقول؟ راح نعوض بدال اكسبونيشال الموجب الاكسبونيشال الموجب يساوي لي كوساين زائد جي ساين بينما اكسبونيشال السالب هنا سالب ايش راح يصير؟ كوساين ناقص جي ساين. لو اجي اعوض بهاي الداله صارت سي كي في اكسبونيشال الموجب هذا الموجب هاي قيمته مجرد جبتها هنا راح شنو اوزع السي كي على الطرفين سي كي بالنسبه للسالب الاكسبونيشال السالب هاي قيمته عوضته هنا مجرد دخلت قيمه السي كي عمانه كذلك على القوس بعدين سحبت عامل مشترك اللي هو الكوساين فظلت لي سي كي زائد سي ماينس كي اللي هو تمثل لي اي كي وسي كي ناقص سي سالب كي تمثل لي هي واللي تمثل لي بدورها بي كي مثل ما قلنا باول محاضره ان قيمة الـ AK هي CK زائد C minus K وقيمة الـ BK هي CK ناقص C minus K والC نوت هي قيمة الشنية أي نوت على 2 وبالتالي أصبح عندي القانون التالي واللي هي واللي هو يمثل لي شنو trigonometric Fourier series حسب المسألة الأولى. نجي على المسألة الثانية. المسألة الثانية شو يقول؟ Determine the complex exponential Fourier series response for each. يقول حدد شنو complex exponential Fourier series إما لكل دالة من الدوال. هذا المثال ليس بالضرورة يعني مو كلش مهم. إن شاء الله نشرحه بأخير شيء. هسه خلينا نشرح الأمثلة المهمة وبعدين نرجع له. نجي على المثال الخامس. المثال الخامس يقول يقول consider the periodic sequence. يقول عندي the signal هي periodic square wave موضح بهذا الشكل لهاي الموجة. Determine the complex exponential Fourier series و trigonometric Fourier series. نجي على الدالة. أول شيء قلنا ناخذ الفترة هي من صفر إلى T نوت دورة كاملة و الامبلتيود إلى اشقد؟ 2 اللي هو اكس للتي يساوي لي اي. نجي على الكومبلكس. اول بداية الكومبلكس هذا قانون الكومبلكس. زين الكومبلكس شو يحتاج بعد؟ يحتاج له سي كي. سي كي شنو قانونه؟ هذا قانون واحد على تي نوت. زين اكس للتي عفوا
اكس لت تي اكس لت تي هي قيمة ايش قد؟ اي مجرد اخذ تكامل اعتيادي من الصفر الى زين. احنا قلنا بالرسم ناخذ الدورة كاملة من الصفر الى التي نوت. زين في بداية السؤال في بداية القانون المعوض من صفر الى تي نوت. زين ثم بعد من الصفر الى تي نوت على اثنين. ليش؟ نقول ليش؟ لان قيمتها من صفر الى تي نوت على اثنين قيمتها اي، ولكن من تي نوت على اثنين الى تي نوت قيمتها ايش قد؟ صفر. فهذا اهمل الفتره الثانيه، وقع الفتره الاولى من اليوم من الصفر الى تي نوت على اثنين، مجرد اخذ لها تكامل طلعت لي القيمه هنا فايل. لو لاحظ انه شنو هنا عندي سالب، مجرد دخله على القوس فصار سالب اكسبوننشال زائد واحد، فصار اللي هو يعني ناقص اكسبوننشال زائد واحد، قدمن صار واحد ناقص اكسبوننشال، يعني مجرد دخل السالب على القوس يقول، وبالتالي ان الاكسبوننشال مرفوع القوه سالب جي كي باي، راح اعوض بدا الاكسبوننشال هو سالب واحد مرفوع للقوه كي. زين لو الكي فرضا راح نحط بدالها اثنين، يصير سالب واحد تربيع واحد، يصير واحد ناقص واحد صفر. اذا كانت الكي عدد زوجي فالناتج يساوي صفر، اما اذا كانت الكي عدد فردي فالناتج قد يساوي لي يساوي لي اثنين. زين نجي ناخذ فرض ان الكي ايش تساوي لي؟ كي تساوي لي اثنين في ان. زين احنا قلنا الكي اذا عدد زوجي يساوي صفر، اذا عدد فردي يساوي لي موجب اثنين. زين لان اذا عوضنا عدد فردي راح يصير مثلا سالب واحد مرفوع القوه ثلاثه هو سالب واحد، في السالب موجب صار واحد زائد واحد اثنين. زين احنا قلنا عدد فردي شلون ليش قال اثنين ام؟ وقول على اعتبار ان الام بغض النظر عن قيمة الام سواء صفر واحد اثنين ثلاثة الى اخره، ولكن بما انه مضروبة في العدد اثنين يعني راح يطلع لي الناتج ايش قد؟ عدد زوجي. وقلنا اذا الكي يساوي عدد زوجي فقيمته ايش قد راح تطلع لي؟ سي كي ايش قد قيمتها؟ صفر. اما اذا كانت الكي عدد فردي يعني مو قلنا الان بغض النظر عن يعني خلينا نعتبرها اثنين، اثنين في اثنين اربعة، ولكن زائد واحد ايش اصبحت؟ زائد واحد اصبحت خمسة، اصبحت فردي. يعني اذا كانت قيمة الكي فردي فالناتج راح يطلع لي مو قلنا اثنين في اثنين، وهاي اثنين تروح فتبقى لي اي على جي كي باي. عوضنا بهذا القانون، يعني اذا كان عدد زوجي قيمة الكي فالناتج طلع صفر، اما اذا كان عدد فردي فهذا السي كي هذا ناتجها. زين مجرد جيت حسبت السي نوت اللي راح احتاجه بالشنو؟ تراجنومتريك فورير سيريز تي نوت اللي هو فقط شنو؟ واحد على تي نوت سي نوت العفو يساوي واحد على تي نوت تكامل الداله بالنسبه للملل الاكس لتي. اكس لتي هي شنو ايش قد قيمتها؟ اي. وقلنا ليش من صفر للتي نوت على اثنين؟ لان قلنا التي نوت على اثنين الى تي نوت قيمتها صفر، مجرد تكامل اعتيادي طلع قيمته، طلع لي السي نوت والسي 2 ام يعني بالنسبه للعدد الزوجي بالنسبه من العدد الفردي. زين بالنسبه للعدد الفردي ايش قد قلنا قيمه اذا كانت الكي عدد فردي؟ اي على جي كي باي. زين هنا الكي ايش قد راح اعوض بداله؟ هي 2 ام زائد 1 حتى يعني حتى افصل بين الفردي والزوجي، فقلنا 2 عوض بدال الكي 2 ام زائد 1، واللي هو بالتالي راح تطلع لي من اعوض اطلع على هذا القانون اللي هو يمثل لي اكسبوننشال كومبلكس. نجي على بالنسبه لمن للتراجنومتريك فورير سيريز ايش راح احتاج؟ راح احتاج الى اي نوت على اثنين اللي هي تساوي للسي نوت، السي نوت انا طلعتها اللي هي اي على اثنين. زين اي 2 ام ايش راح يساوي لي؟ اي بالنسبه للعدد الزوجي راح تساوي لي صفر قلنا، بالنسبه للعدد الفردي زين. راح نجي هنا لو نلاحظ ان شنو بهاي الداله؟ هاي الداله هي شنو؟ اود. زين شلون عرفت اود؟ لان عندي من الصفر